أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. وفق السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالتواجد في سفارة سويسرا لإنهاء إجراءات الحصول على التأشيرة. واستجاب عبد الحفيظ لطلب الجهاز الإداري للمنتخب الوطني بتواجد 7 من لاعبي الفريق في سفارة سويسرا للخضوع لبصمة العين وإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالسفر مع معسكر المنتخب الشهر المقبل لخوض مباراتين وديتين استعدادا لنهائيات كأس العالم. أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غياب عبد الله سعيد لاعب الفريق عن مباراة الإنتاج الحربي المقبلة. وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن سعيد تأكد غيابه عن لقاء الإنتاج بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مباراة الأسيوطي في الأسبوع 24 لمسابقة الدوري. فيما أكد الجهاز الطبي أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدا الخميس للوقوف على حالته وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية. قال أحمد أيوب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني يركز في الفترة الحالية على بطولة الدوري العام وأغلق صفحة مباراة النصر. وعن البطولة الإفريقية وضربة البداية في دور 32 قال أيوب هناك أولويات في ترتيب حسابات الجهاز الفني وتركيزنا بشكل أكبر في الوقت الحالي على الدوري العام، ولكن إفريقيا في حساباتنا. ويلتقي بطل الجابون وبوركينا فاسو اليوم الأربعاء على ملعب الأول في إياب منافسات دور 64 لدوري أبطال إفريقيا، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز ريال كاديوغو بهدف نظيف. ويتابع سيد معوض مدرب الأهلي مواجهة اليوم من ملعب المباراة لتقديم تقرير فني عن الفريق الذي سيواجهه الأهلي في ضربة البداية بإفريقيا. يخضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم لفحص طبي جديد في ألمانيا تحت إشراف الخبير الألماني ماير لمعرفة مدى تحسن الذي طرأ على حالته بعد تنفيذه لبرنامج علاجي على مدار الفترة الأخيرة. واشتكى ربيعة من آلام في العضلة الضامة وحصل على حقنتين بلازما وأدى برنامجا علاجيا وتأهيلي بشكل منتظم، وسيطرت حالة من التفاؤل عليه بعد الدعم المعنوي الذي تلقاه في الفترة الأخيرة. وأكد طبيب الأهلي على ظهور اللاعب في التدريبات الجماعية أول إبريل المقبل. أكد مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه سعيد بعودته من جديد للمشاركة في المباريات، وأوضح أنه يعلم جيدا حجم المنافسة التي يخوضها مع جميع مهاجمي الفريق لحجز مكانه الأساسي بالأهلي، إلى أنها منافسة مشروعة ولمصلحة الفريق بشكل عام. وعن مستوى أزارو قال محسن أنه يقدم أداء جيدا للغاية ويتمنى له التوفيق، مشيرا إلى أن اللعب بجواره أمر وارد حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. وأتم محسن أنه لا يفكر إلا في تحقيق نجاحات مع الأهلي والمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة والمشاركة في كأس العالم روسيا 2018 وكأس العالم للأندية القادمة. أعرب محمد هاني ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالهدف الذي أحرزه مؤخرا في مباراة النصر بالدوري الممتاز كأول هدف له مع النادي الأهلي. وأشار مدافع الأهلي إلى أن تسجيل الأهداف لا يكون هدفه بشكل أساسي بقدر تركيزه في المباراة وتنفيذ المهام التي كلفه بها الجهاز الفني.
وأكد هاني أن مشاركته في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيمن الذي يعتبر مركزه الأول أو أي مركز آخر هي رؤية الجهاز الفني. ونفى هاني أن يكون تركيزه في الفترة الحالية في أي عروض خارجية، مؤكدا أن هدفه هذا الموسم مع الأهلي هو اللعب في كأس العالم للأندية وأي عروض أو أمور أخرى تكون عبر بوابة الأهلي. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الأسبوع 26 للدوري والمقرر السبت المقبل. وكان الفريق قد حصل على راحة أمس عقب مباراة النصر والتي حقق فيها الأهلي الفوز بخماسية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك، وياريت تعرفنا تفاصيل التمرين النهاردة. اهلا بك يا ايه، واهلا بكل الساده المشاهدين. بيستعد بكل قوه النادي الاهلي طبعا لمباراه الانتاج الحربي على استاد القاهره يوم السبت الساعه 8 مساء. اكيد طبعا النادي الاهلي مركز بشكل كبير خلال المباريات الماضيه، زي ما احنا بنشوف اداء متميز ونتائج رائعه للنادي الاهلي، بنتمنى يستمر على هذا الاداء والنتائج المتميزه انطلاقا من مباراه الانتاج الحربي. كابتن حسام البدري اليوم كان مقرر التدريب يكون فيها 6 عصرا، لكن مع المحاضره الفنيه المطوله اللي استغرقت اكثر من 40 دقيقة بدأ المران متأخر شوية، لكن كانت محاضرة مثمرة جدا، كان فيها حث كبير جدا لكل اللاعبين على أهمية المباريات القادمة. النادي الأهلي خطوة بعد خطوة بيقدر ان هو يقرب من بطولة الدوري العام للموسم الثاني على التوالي، والتركيز كمان على مباراة الإنتاج نظرا للقيادة الفنية للكابتن مختار واحد من نجوم النادي الأهلي ويعلم جيدا كل النقاط القوة والضعف للنادي الأهلي، فأكيد هتكون مباراة متميزة ومباراة جيدة. على الجانب الآخر الكابتن حسام البدري المتميز في قراءة الخصم سواء في المحاضرات أو في الملعب من خلال تغييراته أو التكتيك، فأكيد هنكون مباراة متميزة إن شاء الله. بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي ويحصل على 3 نقاط لهذه المباراة. دخل التدريب سريعا لقسمين، القسم اللي كل اللعيبة طبعا اللي بتشارك بصفة مستمرة واللي شاركت فيها المباراة الأخيرة كان ليها بعض التدريبات الاستثنائية اليوم، في بعض الراحة بيحاول إن هو الكابتن حسام يمنحها للاعبين. على الجانب الآخر تدريب كامل، تدريب شاق لكل المجموعة الأخرى. النهاردة كان في تحذير كبير من الكابتن حسام البدري خلال التقسيمة على عدم الاحتكاك. النهاردة شفنا ميدو جابر تعرض لكدمة قوية في التقسيمة بجانب بكماني، كرة مشتركة مع إسلام محارب بكماني، وميدو جابر كانت كرة مشتركة مع أكرم توفيق حذر من خلالها كابتن حسام بعدم الدخول القوي على اللاعبين ببعض نظرا طبعا لتعرض عدد كبير من الإصابات اللي بتضرب النادي الأهلي. طب لغه الكوره نقدر نقول ان مش مستحمل الاصابات مع الفريق، بيحاول كابتن حسام ان هو يوصل هذا اللاعبين، لكن ده بينعكس على الحماس الكبير لكل اللعيبه، كل لاعب عايز ياخد فرصه خلال الايام القادمه او خلال المباريات القادمه. لكن تعافى بكماني، نزل في التدريب ما كانش فيه اي مشاكل بالنسبه له، كانت كدمه سريعه، وايضا ميدو جابر ادى تدريبات يمكن بعد الكدمه ومفيش اي تاثير عليه، وان شاء الله يكون متواجد خلال الفتره القادمه. باكد طبعا على كلامك غياب عبد الله السعيد عن مباراه الانتاج الحربي ومباراه الداخليه. عبد الله السعيد يمكن ياخد فتره شويه، وكابتن حسام عارف ان هو ممكن قبل مباراه الداخليه يكون دخل في المراحل للتدريبات الجماعيه، لكن الدافع بيه طبعا هيكون مع الطبيب النادي الاهلي خالد محمود، هيكون في تقرير طبي مفصل على حاله عبد الله السعيد. النهارده بيغيب عن المران الجماعي شريف اكرامي نظرا طبعا لحاله الوفاه، يمكن شريف فقد جدته طبعا خلال الساعات الماضيه او امس. النهارده الكابتن طارق سليمان خصص له تدريب بعيدا عن تدريب الفريق ليه يكون متواجد في العداء، واكيد بنقول طبعا شريف اكرامي واسرته طبعا خالص الاعزاء في وفاه جدده. بيغيب ايضا كمان انيس الشعلالي مدرب الاحمال اللي كان في اذن مع الكابتن حسام البدري للسفر الى تونس، عنده بعض الظروف الاسريه ففضل الكابتن حسام ان هو يسافر، انيس الشعلالي يسافر ويعود غدا ان شاء الله في الساعة 8 مساء. الامور ماشيه بشكل طيب بالنسبه للنادي الاهلي. ولو بنختم مع عمرو السوليه احد نجوم النادي الاهلي اللي النهارده كان لفته رائعه جدا من مؤسسه الارشيف الوطني الاماراتيه، كان عمرو النهارده فاز بلاعب الشهر والجائزه اسمها جائزه عام زايد. عمرو من اللعيبه المتميزه جدا واللعيبه الرائعه جدا، كان في تصنيف واحصائيه مطوله للكابتن عمرو، كان داخل معاه وليد ازارو، وليد سليمان، اسلام محارب، طارق حامد من نادي الزمالك، عدد كبير من اللاعبين. وعمرو السوليه يمكن حقق ان يكون هو لاعب الشهر برصيد 40 نقطه، بنتمنى له كل التوفيق، واكيد بنتمنى لكل فريق النادي الاهلي التوفيق في خلال المباريات الماضيه ويحصل النادي الاهلي على بطوله الدوري العام. كريم احمد شكرا لك، شكرا جزيلا. فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضيه، ابقوا معنا.